ثم قال رحمه الله: لو أراد الله تعالى حمل خلقه من حقه على قدر عظمته، حمل خلقه من حقه على قدر عظمته لم يطق ذلك أرض ولا سماء ولا ماء ولا جبل، الأمر أعظم من ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى رضي من عباده بالتخفيف، وهذا فضل الله، رضي من عباده بالتخفيف يسر عليهم، ومن قصر منهم وتاب إلى الله قبل تقصيره حتى والله ثم والله من أعجب ما يكون في هذا الباب من أعجب ما يكون في هذا الباب أن المرء يسلف في حق الله عز وجل حياته كلها، يمضي 60 و70 سنة وهو مسرف ومضيع لحق الله عز وجل، ثم يتوب إلى الله فيقبل منه توبته مع عظم إسرافه في حياته كلها في حق الله. وربما لا يكون بقي له من حياته إلا الأيام القليلة أو الشهور، ولا تكون توبته ورجوعه إلى الله إلا في الشهر والشهرين من حياته كلها ويقبل الله منه، رضي من عباده سبحانه. نعم، رضي من عباده بالتخفيف. نعم.